حبيت انضم لغواص سورية ديمقراطية حتى احرر نفسي اول شيء، واحرر عائلتي، واحرر المناطق اللي فيها ظلم، وكل مرأة مظلومة راح احررها. كمرأة عربية أنا حابة يعني أشيل سلاحي مشان يعني أخلي أنزل كل رأس إنه مين عم يظلمنا ومين عم يقول إنه المرأة ما لها قوة. اليوم تخرجنا راح نروح على حملة الرقة، راح نحرر الرقة ذاتا، يعني يمكن أول مرة أحمل سلاحي، يعني في شوية خوف تحت جواتي، أما راح أتغلم على الخوف، يعني حابة يكون عندي تجربة وأدخل على حملة، مو بس حملة الرقة، حملة دير الزور كمان، مشان يصير عندي تجربة أكثر وأعلم كل رفيقة يعني حابة أضمها وأعلمها على كل شيء.